حلقة جديدة من برنامج تفاصيل منبلشها اليوم، فأهلا وسهلا فيكن بالبرنامج الأسبوعي اللي بيتناول أبرز أحداث الأسبوع المحلية والدولية من إعداد وتقديم ستيفاني راضي ومن المخرج أنتوني نادر. ثلاث مواضيع لليوم رح نغوص بتفاصيلها. الأول الزبالة اللي احتلت الشط الكسرواني، الجرائم ضد النساء اللي بلش الأسبوع معه، وأخيرا عملية غصن الزيتون التركية بعفرين بسوريا. بداية مع موضوع بيئي وصحي، فهالأسبوع غزا الشط الكسرواني زبالة، تخانق المسؤولين عن مصدرها إن كان من المطامر أو الأنهر، وبدل إيجاد حل تحولت المشكلة لجدل بين رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل وبين وزير البيئة طارق الخطيب اللي تراشقوا الاتهامات، إلا أنه رئيس الحكومة سعد الحريري طلب من الجهات المختصة تنظيف الشط الكسرواني. بس هل حدا بيتذكر أنه البحر عم يردم بالزبالة بالكوستا برافا وبرج حمود؟ عمليات الردم اللي رفعت نسبة تلوث البحر خلت عدد من دول حوض البحر المتوسط تعبر عن انزعاجها من تفاقم الوضع البيئي على الشط اللبناني، وأعربت عن تخوفها من انتقال هيدا التلوث لشواطئها. وأشارت مصادر إلى أنه هيدا الدول من حقها رفع دعوى قضائية ضد الحكومة اللبنانية بسبب تلوث الشط اللبناني، خصوصا أنه لبنان موقع على اتفاقيات الأمم المتحدة المتعلقة بحماية البحر المتوسط، بس لحد هلأ الأمر محصور بالإنذارات. إذن ما في إحصائيات ولا معلومات دقيقة عن مدى تلوث البحر اللبناني لهلأ، وكل الأمور بتطرح سؤال واحد: هل رح فينا نسبح ببحرنا بعد كم سنة وناكل من السمك اللي بعيش فيه؟ هيدا إذا ضل ثروة سمكية. إذا بدي أسألك عن الثروة السمكية هلأ كيف حالتها؟ الثروة السمكية خلينا ناخذها بالمنطق وبالحق. عندنا قاع البحر بحد ذاته هي مرعى للأسماك. هيدي الزبالة اللي بتنزل وبترقد على شو اسمه على بقاع البحر، على الصخور وعلى الرمول كلها، هيدي بتكون بتموت المطرح اللي هي قاعدة فيه. لا بتخلي الأعشاب تطلع ولا بتخلي شو اسمه الاسماك توصل الغذاء تاعها، يعني كل النباتات اللي بتطلع وتتغذى عليها الثروه السمكيه بتكون سكرت. هذه بتصير في عنا شغلتين: يا اما الاسماك حتنقرض يا اما حترحل. تحرك ما كان على أرض الواقع بل انحصر بالعالم الافتراضي وتحديدا على مواقع التواصل الاجتماعي. الموضوع الثاني بحلقتنا عن العنف اللي عم تتعرض له النساء من قبل زواجهن وعم يوصل لحد القتل. فبداية الأسبوع توجى جريمتين، الأولى وقت قتل فادي عين مرته بنص الشارع بمنطقة راس النبع، وباليوم نفسه طعن شخص مرته ببلدة مجد السلم الجنوبية، الأمر اللي تسبب لها بجروح خطيرة. الكل صار يعرف أنه الحكي ما بقى ينفع لأنه في أرواح عم تغدرنا بدم بارد، والمحاسبة حدث ولا حرج. وبحسب ما أفادتنا جمعية كفا، فالعام 2017 صار فيه 17 جريمة قتل، والعام 2013 3 جرائم قتل لهلأ. وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان أطلعنا على المطالب الأساسية بهذا الموضوع. المطلوب اليوم الضبطة العدلية قبل أمنية والقضاء أنه يقوموا بدورهم ويسرعوا ويكون العقوبة بالحد الأقصى. عم نشوف كتير جرائم مثل ما قلت. كتير جرائم يعني بالأول. كيف وضعنا بلبنان؟ كيف وضعنا بلبنان؟ هل العنف فينا نقول أنه مرتفع أو لا؟ الحالات بعدها مقبولة؟ لا النسبة مرتفعة نسبة لعدد السكان. يعني بعدين هذه الجرائم اللي عم نعرف فيها، يعني ممكن يكون في عنف كثير اليوم عم يمارس ضد المرأة بكثير من المناطق، والمرأة ما عم بتصرح عنها أو ما عم بتفيد أو ما عم تقدم شكوى. لا بتعرفي لأسباب العلاقة بالعادات بالتقاليد بظروف الحياة اللي عم تعيش فيها، يعني في هذا مأساة. لا يجوز يعني المماطلة بالمحاكمة ولا يجوز ولا أي سبب تخفيفي. أما كيف عم تتعامل الدولة مع قضايا العنف على النساء قانونياً؟ والمسؤولة الإعلامية بجمعية كفا داليا حيدر خبرتنا تفاصيل الموضوع. هلأ بالنسبة لمشروع تعديل القانون 293 هيدا أقر بمجلس الوزراء، بس بعدهم ما أحلوا على مجلس النواب ليتصوت عليه، فنحن عم نطالب أنه يحولوه فوراً على مجلس النواب ويتم التصويت عليه.
ليه الرجال بيقتل مرته؟ انه ليه ما بيلجأ للطلاق او بيلجأ لكتير وسائل؟ لانه تعرف في منظومه سياسيه وثقافيه واجتماعيه مكرسه بالقوانين ومكرسه كيف بنتربى ومكرسه بعاداتنا وتقاليدنا، هي بتحط الرجال بموقع اعلى من المراه وبتسمح له بانه يتعامل معها كتابع. فهيدي الثقافه هي اللي بتمهد لهيك نوع جرائم، ولما بيكون في قوانين كمان عم بتكرس هيدا التمييز، الاشياء بتكون اسهل واسهل. الموضوع الثالث بحلقتنا دولة، فشهدت ساحة الصراع بسوريا تطور جديد برزت فيه تركيا كلاعب أساسي على الأرض التركية، بعد ما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه قوات بلاده بلشت فعلياً بعملياتها العسكرية لطرد المقاتلين الأكراد من مدينة عفرين الواقعة شمال غرب سوريا، وسميت العملية بغصن الزيتون. وأول ما أعلن أردوغان بدء العملية، قامت القوات المسلحة التركية بعملية عسكرية جوية وبرية ضد القوات الكردية بعفرين، شارك فيها الجيش الحر. وبالمقابل دانت الحكومة السورية العملية التركية وأعلنت إنها داعمة للإرهاب، ووصف الرئيس السوري بشار الأسد بالعدوان الغاشم على مدينة عفرين. وعن سبب تسريع تركيا قرارها بالهجوم، اعتبرت مصادر إنه القرار الأمريكي بإنشاء قوة عسكرية جديدة بسوريا تحت إشراف قوات سوريا الديمقراطية كان أمر مستفز لتركيا. وبعد أسبوع من معارك عفرين لمح أردوغان لمعركة جديدة بمنبج، وقال عملية عسكرية بمنبج السورية رح تلحق تطهير منطقة عفرين من الإرهابيين. شو ربحت وخسرت تركيا بهالمعركة؟ كل التفاصيل مع الخبير بالشؤون الدولية قاسم قصير. تركيا عم بتحاول يكون لها موقع قدم بشمال سوريا وتمنع التواصل الكردي ما بين شمال شرق سوريا وما بين شمال غرب سوريا، يعني قطع الطريق البحري على الأكراد. تركيا هي يعني أثبتت أو حاولت تتأكد على دورها بالملف السوري، وأنه قادرة هي تكون إلى دور فعل على الأرض. هلا بتخسر في حال تطورت المعركة إلى صراع مفتوح مع الأكراد، مما سيؤدي إلى خسائر ميدانية وانعكاسات معنوية. بس حتى الآن يبدو أن حجم الخسائر ليس كبيرا جدا، لذلك تركيا تعتبر حالها لا تزال بموقع الرابح وليس الخاسر. بختام برنامج تفاصيل منشكر إصغائكم، منلاقيكم الأسبوع المقبل.